التقى وزير الخارجية سامح شكري بعدد من قيادات ورؤساء لجان مجلس النواب الأمريكي خلال زيارته التي يقوم بها حاليا إلى واشنطن. وخلال اللقاء حرص وزير الخارجية على استيراد أبرز محددات الموقف المصري الرافض للتهجير القسري لأهالي القطاع، والداعي لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة. كما شدد الوزير شكري على ضرورة دفع المجتمع الدولي لعملية سياسية حقيقية وجادة قائمة على أساس حل الدولتين، تفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في أقرب فرصة ممكنة، تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل.